يوم جابت في بيتك لكيف في بيتك اديني دليلك يا ترى تاكل علشان انت تديناني انت لا تاكل يعني هي كنت اقول لما بتعمل ده واحد من 10 جنيه وجابك مأجرك هنا افريال يا نعم افريال عشان ايه وخليش الفلوس لو انت عايزاني اعمل اي حاجه انا ممكن اعملها وقتك انا ايه الصلاه ما احطها لك غير في كورتك الطلقه اختصري على الصوت ورينا اختصري حطها وريني اختصري كده عشان ما تقلش من نفسك يا افريال انا مش هقل من نفسك افريال انا عايز اشوفك هتعمل ايه اختصري عشان ما تقلش من نفسك للزباين انا الطلاق ما لسه ربك ما نزلوا على الارض العتمنا كله اللي يقدر يطلع واحد من نفسه لا يقدر يطلع واحد يقدر يطلع اثنين طيب استنى خليك قاعد عليك طلاق بالثلاثة قاعد عليك طلاق من ربنا على الأرض قاعد برضه الكلمة اللي انت قلتها دي هتحاسب عليها حساب الملكي انت هتحاسبني انت هتحاسبني طيب والله العظيم جابت اخرها قوم يا بنت هو من هنا قوم من هنا مين اللي جوا قوم يا بنت مين هو اللي جوا من فلان على الصوب عشان انت ها يا فلان اختصر يا مقولها لك لا مش الصوب لا وريني تعمل ايه انا مقولها لك على الصوب عادي ما يهمني اختصر لا يا عم في ايه اللي انت عايز تعمله يا ولد ده بس انت تفهم بس عايز تصور عايز تعمل اي حاجه زي ما انا شغال لك التصوير وصور على فكره بلد فيها حكومه وفيها قانون والله العظيم ما تقدر تعمل انت النهارده قاعد قدام انتخابات السيسي يا باشا يحرق دين اللي صنع السيسي يا ايه الجخه اللي انت فيها كبير ولا عتمني اثنين ولا نسمين روحها في الارض على الصف لا بتكل على الله خد عيالك وامشي من هنا اروح بلا لا مش هروح انا قاعده في بيتي انت اللي تروح وانا جاي في بيتي ليش اسمها 50 ألف؟ ليش اسمها 50 ألف ساعتي؟ لا والله ويا وصدق الله 350 ألف أيوه يا ربي وديت هاني ميتي ودي؟ آه قالت لي ليش والله جيتني ليش نعناع؟ أيوه طب اديني أمارة وديت هانها ليه أصلا؟ عشان يديها يا راجل والله هيدا الكلام ده والله والله بص يا هاني تعالي هنا تعالي هنا وش تعالي هنا بس